حين يبذل الشهيد روحه طواعية، حين يثبت في مواجهة الموت، حين يثمو على الحياة التي نحرص عليها بغريزة أساسية، يكون الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. محطتنا التالية مع الصبية ابنة الشهيد باسل بتول علي. أهلا وسهلا فيك بتول، يسعد صباحك. أهلا صباحك يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي، والرحمه لروح والدك بتول. بيقولوا يلي خلف ما مات، خلينا نحكي منذ بدايه استشهاد والدك، من بدايه الحرب على سوريا، كيف حاولتي تمثلي او تذكري دائما؟ اكيد اول شيء الرحمه لجميع الشهداء، واكيد مثل ما ذكرتي حضرتك، انبل من في الدنيا، انبل اكرم من في الدنيا، انبل بني البشر. هلا اكيد الشيء اللي على طول بذكره بطوله ابي الله يرحمه، كيف واجه، كيف دمه روى تراب هالوطن مثله مثل باقي الشهداء، لحتى يحمونا، لحتى نضل نحن نعمر البلد، نبني البلد من اول وجديد. الشيء اللي راح يعني هذا الجيل هو اللي راح يكون بناء لسوريا واستمرار للرسالة يلي أكيد عم نتوارثها من جيل إلى جيل. خلينا نحكي أكثر بتول عن يعني عنك، قديش كان عمرك وقت استشهد والدك؟ وخلينا هيك نستذكر سوا اللحظات الصعبة يلي عشتيها. تمام، كان عمري 7 سنين وقتها، كنت بالصف الثاني. أكيد شيء صعب فقدان أب، بس الحمد لله وجود بيت جدي حد مني، ساعدوني، قووني، قدرت بالناس اللي حوالي إني أنا أوصل للشيء اللي بدي إياه الحمد لله، متفوق دراسياً، وقطعت مراحل كتير من حيث الدراسة، من حيث أي مواهب تانية، أكيد بدعم الناس الموجودة حوالي وأولاً بيت جدي. بتقول مثل ما ذكرتي حضرتك متفوقة دراسيا وأيضا عندك موهبة الغناء، خلينا نحكي عن هاي الموهبة أكثر وكيف نميتيها، وبعدين أكيد نسمع منك شيء. أكيد. هلا بمدرستي في كل سنة حفلات كورال بآخر المدرسة، بآخر السنة. بالصف الثامن كانت يعني هي قصة غريبة شوي، بالصف الثامن فاتت لعنا أنسة عربي بأول يوم مدرسة، عم تسأل الطلاب عن أسماء وأنا عم تعرف علينا. قالت لي شو اسمك؟ قلت لها بتول. بتول علي. صفنت شوي، قلت لي انت صوتك حلو، وكفت. انا هون يعني ما يعني لسه ما كنت يعني بس من حكيك قفشتك. تمام. فوقتها صرت لحالي غني شوي، بعدين بلش كورال المدرسه، انتسبت لفرقه الكورال لمدرستي. وقتها اكتشف لي اياها المايسترو اياد حنا وطور لي اياها خلال الثامن التاسع والعاشر والسنه كمان، بس ما قدرنا نكفي بسبب الشيء اللي صار. نعم، فطور لي الموهبة الحمد لله، وقدرت إني شارك بحفلات المدرسة خلال 4 سنين. طورت أكثر، وكمان طورت بسبيل الموسيقى بشكل عام على آلة الكمان وآلة العود. نعم، يعني انت بتعزفي على عدد من الآلات ايضا مثل ما ذكرتي لنا، مو بس بتغني، متعددة المواهب بتول. خلينا نسمع شيء منك. لا، هي أغنية من ألحان عمي، سلامي لبي اسمه. سلامي لبي حبيبي الشهيد، وينو يا أمي بي صار بعيد. سلامي لبي حبيبي الشهيد، وينو يا أمي يا أمي بي صار بعيد. تعلمت من بي درس مهم كتير، إنه الوطن غالي، الوطن غالي كتير. تعلمت من بي درس مهم كتير، إنه الوطن غالي، الوطن غالي كتير. وإن شاء الله يا ربي يا ربي تحمي هالوطن، ويضل العلم شامخ عطول الزمان. وينو يا أمي، وينو يا أمي بي صار بعيد. يسلم هالصوت، شكرا يا بتول، غصصتي لنا قلبنا. الكلمات قديش
بداية حلوة واصلة للكل. بتقول كنا عم نسألك من شوي أو تحت الهواء شو حابة تصيري؟ أنت هلا بكالوريا صرتي، صرت بكالوريا، شو حابة تصيري؟ شو عم ترسمي للمستقبل أكثر؟ طموحي ومثل ما وعدت الكل إني أصير دكتورة إن شاء الله. إن شاء الله. وإني أتفوق وفعلا أصير شيء مهم مثل ما وعدت. دكتورتنا الحلوة، نحن بدنا نوعد كل المشاهدين إنه يعني بعد سنوات قليلة رح نستضيفك كطبيبة منفتخر فيها. وبتقول يعني مو بس بالغناء شاطرة، أيضا أنت من المتفوقين. اليوم لما بتلامسي تفوقك الدراسي وقفتك على المسرح أنت وعم تغني، قديش بتفتخري بحالك؟ قديش هذا الشيء كمان بيعطيكي مسؤولية إنه أنت كنتي قد الحمل؟ عن جد كنتي ابنة شهيد حملت اسمه مثل ما بيقولوا بصدر رحب وبصدر كتير كبير. لا اكيد اكيد الحمد لله بفتخر بالشيء اللي وصلت له، شيء ما كنت بتوقع اني اوصل له، بس قدرت اني اوصل. بجوز الارادة عملت شيء كتير مهم، كان الى الجانب الاكبر مثل ما بيقولوا، ارادتي والدفع المعنوي. يعني اليوم قديش نرمي، خلينا نحكي قديش بتقولي اليوم انت مثال لكثير من ابناء الشهداء ورفقاتك ايضا يلي عم يتابعوك. يمكن بنضعف بظروفنا البشعه يلي بنمرق فيها، بنضعف بالفقدان، ولكن دائما في عنا شق وجانب مزهر بعد الصبر. اكيد اكيد اكيد. نعم بتقول اكيد مثل ما قالت معلمتك بالصف الثامن، صوتك حلو ونحن اكيد حابين نسمع منك شيء ثاني. تفضلي. ما تبكينا ملحن بركات. ما تبكينا. موعدنا بارضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا. موعدنا بارضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا. مهما تقسى الأيام، مهما تقسى الأيام، موعدنا بأرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا. الله الله يا بلدنا. الله الله يا بتول، احنا اكيد انبسطنا اليوم بوجودك معنا، وبدنا نوعد المشاهدين انه رح نستضيفك بعد كم سنه تقريبا ان شاء الله، وتكوني من المتفوقين ودكتوره عظيمه. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك بتول علي ابنه الشهيد باسل علي، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك.